بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حتكلم عن ماسكات لبشرة الوجه وعن تجربتي الشخصية. مكوناتها متوفرة في كل بيت ومنزل وباقل الأسعار بناء على طلب إحدى المشاهدات عندي، وقلت والله ما خيب ظني وأسوي فيديو مخصص لطلبها. بنات، كل ماسك راح أذكره تحطيه زي أي ماسك عندك لمدة 20 دقيقة وتغسليه بماء دافئ. أول ماسك، ماسك الفول السوداني. نعم، الفول السوداني من أفضل الماسكات حقت البشرة. صح هتستغربوا، لكن مفعوله على البشرة جدا رهيب. تحمل بشرة وغنية بفيتامين بي، ويجعل البشرة ناعمة ويحارب البكتيريا التي تؤدي إلى حب الشباب. وعن تجربة شخصية، استخدمته مرة واحدة بس خلالي بشرتي ناعمة صح، وتعالوا شوفوا النتيجة والمفاجأة اللي راح تشوفوها. الماسك الثاني، واللي هو يعتبر من أهم الماسكات الأسبوعية اللي لازم تسويها، ماسك المايونيز. نعم، المايونيز، ويعتبر من أقوى المنظفات للبشرة، بيشيل الوسخ المتراكم تحت الجلد وبقايا الكريم الأساس اللي امتصه بشرة وجهي. الماسك الثالث، ماسك النشا وموية الورد. لكن موية الورد ما هي متوفرة عندي حاليا. النشا يساعد على تفتيح البشرة وإزالة اسمرار بشرة وجهك والبقع الداكنة، وبيشد البشرة وبيعالج البشرة بعد إزالة الشعر. وماء الورد بيساعد على تصغير المسامات. ملخص ذي الخلطة إنه مرة تنفع تحطيها بعد ما تشيلي شعر وجهك. رابع ماسك، الكركم والليمون. لكن الليمون مو متوفر عندي. الكركم هو من أكثر العلاجات اللي تلعب دور في تبييض البشرة، والليمون معروف في تنظيف وتطهير البشرة وإزالة البثور. طريقة الخلطة، تاخدي ملعقة صغيرة أو كبيرة، يعني تاخدي كفايتك من الكركم مع عصرة نص ليمونة. خامس ماسك، الخميرة والعسل. الخميرة أنا حطاها في علبة، وشكل الخميرة تيجي زي حبيبات صغيرة زي ما أنتوا شايفين. والعسل لعلاج القشور والحبوب الصغيرة لبشرة الوجه. طريقة عمل الماسك، تاخدي ملعقة خميرة وملعقة عسل بالتساوي يعني. سادس ماسك، قناع الطحينة لتبييض وتفتيح البشرة وتصفيتها، ويمتاز بسرعة نتائجه لتبييض البشرة. تحطوه فقط لوحده كماسك للبشرة. سابع ماسك، ماسك الزبادي. يعرف الزبادي بقدرته على تغذية البشرة وتفتيحها. مع العلم، إذا تمت إضافة بعض المواد الطبيعية إليه فقد يصبح مفعولا مضاعفا. تضيفي معه زي العسل مع الزبادي كماسك للبشرة. ثامن وآخر شيء، ماسك بياض البيض لشد ترهلات البشرة وتصغير المسام. يعمل كعلاج سحري للتخلص من دهون البشرة، كما يساعد على تصغير حجم المسام الواسعة والظاهرة على سطح البشرة. طريقته، تضعي فقط بياض البيض على البشرة. طبعا كل المنتجات اللي ذكرتها متوفرة أكيد في كل بيت، فلا تبخل على نفسك في عنايتك ببشرتك. وإن شاء الله قريب حسوي لكم كورس العناية بالبشرة الأسبوعي. ما عليكم إلا أنكم تتابعوني أول بأول في الانستغرام وفي فيديوهاتي الجديدة، وحط لكم هاشتاغي واسمي في الانستغرام على الشاشة، ودعموني شوية كده عشان أتحمس وأنزل لكم فيديوهات. إذا عجبكم الفيديو فاعطوني على قد تعبي، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. في أمان الله، مع السلامة.